الحياه تاعك لازم تمشي على شحال من طريق وتفتح شحال من باب وتبقى دائما تجرب وتواجه تحديات في مشوارك، على خاطر if you never try you will never know. اليوم ضيفنا متميز وضيفنا تلقاه في عدة ميادين وناجح في عدة ميادين. اليوم ضيفنا خليل مريان. مساء الخير خليل. مساء الخير شاهيناز أختي العزيزة الصحفية الناشئة، يعطيك الصحة. نشكرك بزاف على الاستضافة، سما في عن طريق رون بليزير. اليوم راني في العائلة تاع بريزما اللي نحييهم بزاف بزاف. شو حنقول لك شاهيناز، راه رمضان كتني يعني بكل صراحة صراحة. ألوغ مريان خليل، مريان خليل من مواليد 28 مارس. ليزارتيست ما يمدوش لاش تاعهم اكزاكت، مي بون المشوار الفني بدا وانا صغير بزاف شاهيناز. اول بطاقتي انخراط في دار الثقافه كانت في 98 مع جمعيه الامواج. بديت اوتون كو كلون ميم بونتون ميم. وبعدها بديت نديكوفري الميدان هذا. شويه عرفت الدومين تاع الموسيقى، لو دومين دو لا ميوزيك اي لي فريمون فاست. حبيته وكرهته في ميم طون يعني بكل صراحه. ايام بعد من الموسيقى بوندون 7 اون طون كو دي جي جي في ان تي بريك بوندون 4 اون. دخلت عالم السينما. عالم السينما يعني هو عالم ما عندوش حدود. بديت اون طون كو فيغورون رول انتيليجون دي رول. بعدها في الدومين ديكوفريت لو كوتشينغ. لو كوتشينغ اللي فريمون فاست. كانت عندي لا شونس اللي عطاها لي الاستاذ خالد بن عيسى اللي نحترمه بزاف ونحييه. الاوكازيون شي ناس نحكي لك واحد الغزوه صارت لي دون اون سيري. جيتي كوتش كوميديان. دخلت على واحد لا لوج راح نطبطب. دوفين قولي لي شكون اللي كان كوميديان. كان سيد احمد اقومي اللي نحييه بزاف بزاف. كي وصلت للباب شاهيناز راح نطبطب قلت خليل او سيد احمد اقومي سي ان غران كوميديان اي لي فريمون كونيو. حشمت قلت كيف ندخل انا كوتشين نخدم معاه. نو 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 هيا درت شويه الكوراج دخلت عليه. دخلت على لا لوج تاع سيد احمد اقومي قلت له استاذ مع كل احتراماتي ليك راني جيت نخدم معاك مي راني حشمت نقول لك واش ندير. قال لي كيفاه؟ قال لي وشني كاين؟ قلت له جو سوي ان كوتش كوميديان. قلت له لا بريباراسيون بور لا سينس ما باش نعقبوا للمشهد. قال لي سي ان تري غران بليزير. قال لي انا في فرنسا قال لي كان ما نجوزش على ان كوتش اللي نخدم معاه لا ليكتور ايطاليان وسما باش نهيئ نفسي للمشهد. قال لي راهي ما كانش. هذه التجربه عجبتني بزاف عجبتني بزاف. وين خدمت اللون ميتراج لي نوميني كان لي مع رياليزاتور فابريس بشناسيان فرانكو الجيريان مع تروا برود. سي اون اكسبيريونس لي ما ننساهاش. بالمناسبه لي نحيي ليكيب كل تاع لا جوفنتوس دو تيم كاد. ليكسبيريونس لي شفتها انا في الفن سي كو جو سوي ان تو شاتو. ميوزيك لوميير لا سين. حبيت لو موند هذا ما نكذبش عليك بكل صراحه. ايام بعدك خرجت شويه وليت دون دومين دو لورغانيزاسيون. باش نوضح لك لو دومين دو لورغانيزاسيون جي اورغانيزي لو برومي كونكور دو دي جي اون 2004. اول خطره درنا كونكور دو دي جي هنا في سطيف. بالمناسبه نحيي اصدقائي لي دي جي كريم جراد نحييه بزاف 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 صديقي جعفر دي جي موح نسيم لبرادا هذه اللي كيب القديمه تاعنا نحييهم. ما ننسى صديقي وعزيزي دي جي يونس اللي راه في الغربه نحييه بزاف بزاف بزاف. وي 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 اللي هذو ما نقدروش نحكيو عليهم مره. من بعد اورغانيزيت ثاني كونكور تاع الغاب درنا اون 2005 مع الكوميتي دو فيت. لو دومين دو لورغانيزاسيون الي فريمون فاست. فيه 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 طلعات وهبطات ما نكذبش عليك. سواء تقدر تربح سواء تقدر تخسر. المشكل تاعنا سيكو حنا ما على بالناش لو بوبليك تاعنا كيس كيل فو. حنا اون دوا ديكوفرير هذا اسم البوبليك واش راه حاب. بكل صراحه الدوله تاعنا
نقدر نقول لك 50-50 الدعم للدومين هذا باسكو كيما رانا على بالنا كل سنتراليزي الجي الور كو سطيف راهي فيها مواهب خارقه كبيره بزاف. بكل صراحه شهيناز سي كو انا شخصيا نتمنى لي جون هادو يمدوا واش عندهم او ماكسيموم. شوف ما صلحتلكش في هذه روح لهذه، ما صلحتلكش في هذه روح ليسونسييل، جرب شوف عيش اللحظه باسكو كي ما تجربش صافي ريان دير معليش يعني نزيد نقول لك شي ناس الانتقادات نحبهم. انا نحب كي ينتقدوني، انا كي تنتقدني نحبها. ديجا الحاجه الاولى سي كو ما راني وصلت للحاجه هذيك مالغري ولا راني غلط، مي جامري بيان راح ان شاء الله نكون نزيد ناميليوري الحاجه هذيك ونزيد نبرفيكسيوني فيها. حبيت تحكي لنا على الفيلم القصير اللي درتوه كيدنابينغ، باسكو الظاهره هذه صح تصرا في لي فيل تاعنا بزاف في الجزائر، بزاف زادت الظاهره هذه. ثم درتوا الكور ميتراج هذا اللي بين وحكى على الظاهره هذه، كاين بزاف ناس اللي يغطيو هذا الشيء مي بينتو بطريقه كما نقولوا غير اللي كاينه في لا فيل تاعنا ولا في لي فيل كاملين في الجزائر. شاهي الناس ما نكذبش عليك، لو فيلم اللي درناه لو كور ميتراج تاعنا كيدنابينغ سيتي اون 2013 اللي دينا به ثاني جائزه علي معاشي وهي اعلى جائزه على المستوى الوطني. ليدي جات من صديقي وعزيزي وحبيبي وابني وليدي امير مريان اللي نحبك بزاف خويا الصغير الله يحفظه ان شاء الله. هي كي بدات في ديك لا بيريود كانوا شويه خطفوا الاولاد تسمى طاحت جوست يعني باش تشوف يعني سبحان الله الاحداث كيفاه كانوا. او ميم طون حنا خدمنا لاكسيون، درنا ان كور ميتراج اللي فيه لاكسيون. الحمد لله هو نال اعجاب لا ماجوريتي تاع الناس اللي شافوه. ما سيتي ان 2013 صما في ان تري غون بليس جا كي فكرتيني فيه ساعه انا ما شتيش نشوف روحي يعني بكل صراحه شاهين نازل. الوغ ليدي تاعو بديناها بشويه و سيتي بريفي زعما باه نروحو بيه باش نديروه اون سيري. الله غالب الفرونجان عنده شويه خدمه، انا ثاني عندي شويه خدمه، مي اوني اون تران دو بونسي باش نزيدو نديرو لا دوزيام بارتي تاعو و لوكازيون نطلب من المشاهدين يشوفو يمدو رايهم اسكو عجبهم ما عجبهمش. المهم باش نقول لك سيتي اون 2013 يعني اكزاكت يقدروا يلقاوه في اليوتيوب. في اليوتيوب كيدنابينغ لو فيلم كيدنابينغ امير مريان. هذا لازم 24 ساعة باش يبدا يخدم، وزيد راني قرأت فين ونتي دوت. كلوش يعطيكم الصحه على مشاهد الاكشن اللي عيشتونا فيها. اوكي مشكوره شاهين اختي بصح بكل صراحه لو كيدنابينغ درناه افيك بو دو مويان، فريمون بو دو مويان. ميم لاكسيون اللي كانت فيه دي تروك اوريجينو، حاجه شويه احنا حبينا شويه نخرجوا على اسمع المشاهد اللي ما فينا نشوفوهم. هذا هو اللي خلى لا توش تاعو تاع كيدنابينغ سما يبان مليح. باش نوضح لك باللي طاقات الكل اللي كانوا ثم من ولايه سطيف باللي كوميديان بال اسمع توسكي في الكيدنابينغ راهو من طاقات سطيفيه يعني بكل صراحه. الله يبارك فيك الاخت. وين حنزيدو نشوفو خليل مريان؟ شفناه في التمثيل ونجح في التمثيل وشفناه في الموسيقى باغي، وين حنقدو نشوفو؟ ولا سيت اون سوربريز. الوغ ما نكذبش عليك شي ناس دوكا بكل صراحه شوي دون ان اوتر كرينو.
اشتقت للخشبه صراحه، باسكو هذيك هي البدايه تاعي، توحشتها بزاف صراحه. بور مومون راني نكتب فيها مونولوج مازال شويه بتدخل 2022 ان شاء الله. او ميم طون ما تنساش باللي راني في الدومين تنشيط، منشط هاوي لي بارفوا نخدموا شويه مع شركات، بارفوا نخدموا ديزانيماسيون، بارفوا نشكر ثاني الاخ جوني اللي خدمنا معاه ثاني في الهضاب تي في هذا شهر رمضان. دومين ثاني اللي راني فيه اسم جديد لي انا، وسمها امكا ادفنتر، هي صح تكون اون سوربريز ان شاء الله المواطن الصيفي. على كل حال عندي شويه مشاريع جي با انفي دو ديفوالي يعني صراحه، ولينا خلي شويه حماس وميم طون ستره يعني بكل صراحه. راني نوجد في بعض المقاطع موسيقيه شويه لي جي فريمون انفي دو ريبروندر لو ديجينغ، مي راني بيني وبين بكل صراحه باسكو عندي اغراضي شخصيه يعني صراحة. خلي له عطينا النصيحة اللي حاب توجهها للشباب لما يشوفوا فينا. ما نكذبش عليك شي ناس، النصيحة الأولى والأولى 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 اللي نقولها للناس اللي راهم يشوفوا فينا ولا لهذا الطاقة تاع لي جون اللي كاينة في الصيف، الحاجة الأولى ما ديروش في رسانكم أعداء النجاح كما يقولها الأخ بسيط اللي نحترمه بزاف صديقي. أعداء النجاح راهم كاينين بزاف، سي معليش خليه يهدر، خليه يقول عليك، خليه يدير واش يحب. النصيحة الثانية اللي حاب نمدها، ما تحكموش على الناس بلا ما تعرفوا الإنسان. هذه نصيحة ديروها مليح في رسالة، أعرف الإنسان ومن بعد أحكم عليه، هذا حقك. ناس بكري يقول لك ما تسمعش من الكوتي اليمين، سمع شوية من وشوية من وأنت جوجي، سي فغي ولا سي با فغي. الطاقات اللي كاينين في الصيف سون إنور، ميم أون ألجيري، أنا الحمد لله حسني الحظ باش ندور تقريب كل الولايات، ما كاش ولايه ما قعدتش فيها ولا سمانه. طاقات ايجابيه في الجزائر لا مثيل لها. نتمنى ان الطاقه الايجابيه هذه تغلب الطاقات السلبيه اللي كاين بزاف، واللي نحترمهم اعداء النجاح، باسكو بهم اللي راح نزيدوا نطلعوا، وبهم ان شاء الله اللي راح يلحق الميساج تاعنا، وبهم اللي راح الجزائر تولي ان شاء الله باذن الله من اجمل البلدان. وإن شاء الله بلادي الحاجة اللي متمنيها، أنا نحب البلاد بزاف صراحة، أنا نحبها ونعشق في الجزائر، نعشق فيها الجزائر يعني حبا كبير. إن شاء الله بلادي تكون هي the number one في الموند بالطاقات الإيجابية اللي كاينة في هذه البلاد إن شاء الله. نشكرك خليل اللي جيتنا اليوم، ما نكذبش عليك شيء الناس أختي صما في طريق رون بليزير يعني اللي راني اليوم هنا توالك، وراني رانا شيخو شويه قاعده وفال قاعده ما شاء الله. ان غرون ريسبي بور نوتر رياليزاتور مومن بريزما اللي نتمنى له كل النجاح، الله يبارك ما شاء الله الاستديو تاعو. انا نتمنى لك حبيبي مومن اللي راهو ورا الكاميرا، نقول له باذن الله راك صاعد، روح راك مديها من عندي حبيبي. ميساج صغير برك شي ناس، ان غرون ديديكاس الى امي العزيزه اللي نحبها بزاف، صديقي وصاحبي وخويا امير مريان لا بتيت فرونجين اي لو بابا، ندير لهم تي سالو لا بتيت فامي، وكل الاصدقاء اللي نحبهم بزاف راكم على بالكم وحدكم واحد بواحد. صحه رمضانكم، صحه شريبتكم، صحه فطوركم، عيدكم مبروك، كل عام والجزائر بالف خير. ولحقنا فقره بقاله. بسم الله بديت وعلى النبي انا صليت وصحاب رضيت وليكم الفالزين انا ينويت. الشمس تطلع والنجوم تغيب والصغير يكبر والكبير يشيب والدنيا تفرق والفريق صعيب والعزيز عزيز حتى لو كان بعيد. ان شاء الله شي الناس تكون لي شمس ساطعه ان شاء الله يعيشك، ان شاء الله بالصحافه ان شاء الله. نشكرك يعيشك خليل.